السلام عليكم ورحمة الله، معكم ست مريم من قناة أبسط طرق للتعلم. موضوعنا اليوم تقدير ناتج الجمع. يعني هنا أنا شو أسوي؟ أول بداية أقرب الأعداد إلى أقرب 10 إلى أقرب 100، وبعدين يلا أجمع. هنا عندنا هذا المثال، أقدر عدد التلاميذ الذين ذهبوا في الرحلة، استعمل التقريب لأقدر الإجابة. هنا أنا يعني شو أسوي؟ البداية أقرب، أول مرة أقرب وبعدين أجمع. هنا مثلا حسب السؤال اللي منطيني، مثلا هنا نقرب كل عدد الى اقرب 10، هنا عندنا 42 و27، يعني انا اريد اجمع هذول التلاميذ 42 و27 بس بالتقدير، يعني اول بداية اقرب الى اقرب 10. هنا من اقرب 42 من اقربها الى اقرب 10 راح تصير 40، 27 من اقربها الى اقرب 10 راح تصير 30. وموضوع التقريب شرحناه بالتفصيل بفيديو سابق. هنا عندنا 42، اذا اريدني مثلا اقرب الى اقرب 10 راح اقرب مرتبة العشرات، العدد اللي مرتبة العشرات. هنا عندي احد عشرات، هنا الاربعة هي اللي راح اقربها، اشوف العدد اللي قبله. عدد اللي قبله هو عدد بخيل لا يعطي، ام عدد كريم يعطي؟ هنا عندنا اثنين من الاعداد البخيلة التي لا تعطي. الاعداد البخيلة هي الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة، والأعداد الكريمة هي الخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة. إذن الاثنين من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، يعني ما تنطي للأربعة، فالأربعة تنزل وهنا الاثنين نعوض عنها بصفر فراح يصير 40. هنا عندنا 27 من أقربها إلى أقرب 10، هنا عند الاثنين هي اللي راح أقربها مرتبة العشرات. هنا السبعة من الأعداد الكريمة التي تعطي، تعطي واحد للاثنين، يعني الاثنين من نضيف له واحد يصير ثلاثة، هنا ثلاثة وهذا الصفر بالآحاد عوضة صفر، وهنا الاثنين تصير ثلاثة لأن السبعة من الأعداد الكريمة انطتها واحد وصارت ثلاثة. يعني هنا قربت إلى أقرب عشرة، 42 صارت 40، 27 صارت 30. هسا أجمع أقول 40 زائد 30 70. هنا جمعت الخطوة الثانية، هذه 40 زائد 30 يساوي 70. إذا ذهب في الرحلة 70 تلميذا تقريبا، تقريبا يعني هنا أنا ورا التقريب، من ورا ما قربت يعني طلع لي الناتج 70. وهسا من راح نحل التمارين راح تتوضح أكثر. هنا نحل فقرة أتأكد. أقدر ناتج الجمع بالتقريب إلى أقرب 10، هنا شيرت من عندي تقريب إلى أقرب 10، هنا عندنا 37 زائد 62. هنا اللي ما فاهم موضوع التقريب يرجع إلى فيديو عن موضوع التقريب الأعداد بالتفصيل. هنا عندنا 37، أقرب أنا العدد إلى أقرب 10، هنا عندي العشرات 3، هي هذه 3 راح أقربها. هنا العدد اللي قبله 7، هنا عندي 7 من الأعداد الكريمة التي تعطي، تعطي 1 لـ3، 3 تصير 4، يعني هنا 4 وهذه تصير 0، هنا نعوض الأحاد الصفر والعشرات تصير 4، يعني هنا 40 من 37 مقربتها إلى أقرب 10 صارت 40، يعني هي الأقرب للأربعين. هنا 62، الستة هي اللي راح نقربها، عندنا 2 من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، فالستة تبقى كما هي، هنا 6 وهنا 0. هسا أجمع أقول 40 زائد 60، هسا من ورا ما قدرت راح أجمع 40 زائد 60، هنا نقول 0 زائد 0 0، 4 زائد 6 10، يعني الناتج ايش قد طلع لي؟ الناتج هو 100، 100 تقريبا، هذا ناتج الجمع تقريبا. هنا عندنا النقطة الثانية، هم أقرب إلى أقرب 10، هنا 56 زائد 98، هنا عندي العشرات 5، الخمسة قبلها 6، 6 من الأعداد الكريمة التي تعطي، تعطي 1 للخمسة، الخمسة تصير 6، هنا 6 هنا صفر، الأحد عوض بصفر صارت 60، يعني 56 من قدرتها إلى أقرب 10 أقرب هي للستين. هنا 98 عندنا 9 هي اللي راح أقربها، 8 من الأعداد الكريمة التي تعطي، تعطي 1 للتسعة، يعني التسعة إذا ضفنا لها 1 صارت 10، صارت 10 وهذا الصفر لأحد يعني 8، العفو يعني هنا صفر 8 نعوض عنها بصفر راح يطلع الناتج 100، يعني 98 من أقربها إلى أقرب 10 هي أقرب للمية، يعني هنا نقول 60 زائد 100 الناتج هو 160، الناتج
160 أول مرة أقرب وبعدين أجمع. عندنا النقطة 3 21 أقربها إلى أقرب 10. هنا عندي الواحد من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، يعني ما تطل الثنين، الثنين تبقى تنزل، وهنا صفر عوض الآحاد بصفر، يعني يصير 20. يعني 21 من أقرب إلى أقرب 10 هو أقرب للعشرين، زائد 713 من أقرب إلى أقرب 10، سواء مطين 3 مراتب أو 4 مراتب، أني أبوعد بس على مرتبة العشرات. هذا مرتبة العشرات الواحد هي اللي راح أقربها، لأن مطيني إلى أقرب 10 فأقرب مرتبة العشرات واحد. هنا الواحد اللي قبله 3 من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، ما تنطل الواحد، فالواحد يبقى، يعني هنا الأحاد صفر، العشرات يبقى واحد لأن ما انطت 3 ما انطت، فيبقى واحد. وهنا السبعة أنزلها، إيش قد صار؟ صار 710، يعني 713 من أقربها إلى أقرب 10 يطلع لي 710. هسا أجمع أقول 20 زائد 710، هنا أجمع الأحاد والأحاد والعشرات والعشرات، تردون تجمعون هيك تردون تجمعون، لا عمودي على صفحة نفس الشيء. هنا أقول صفر زائد صفر صفر، 2 زائد 1 3، وهنا السبعة تنزل لأن هنا ما عندي مئات، هنا السبعة تنزل. هذا هنا خلنا زائد حتى لا تخربط، هنا 730، الناتج هو 730 تقريبا. النقطة الرابعة هم أقرب إلى أقرب 10، مرتبة العشرات هنا عندي 4 هي اللي راح أقربها. عندنا الواحد من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، فالواحد يبقى الأربعة تبقى كما هي. هنا عندنا الأحاد صفر عوضة، الأربعة تنزل، وهنا الواحد ينزل، صارت 140، يعني 141 من قربتها إلى أقرب 10 صارت 140. هنا 219 أقربها إلى أقرب 10، هنا العشرات واحد عندي، مرتبة العشرات واحد هو اللي راح أقربه. التسعة هنا من الأعداد الكريمة التي تعطي، تنطي واحد للواحد، هنا واحد وواحد اثنين، هنا الأحد يصير صفر، الواحد هنا يصير اثنين، لأن قلنا هنا التسعة انطتها واحد صارت اثنين، وهنا الاثنين تنزل صارت 220، هنا قول زائد 220. هسا من ورا ما قربت راح أجمع، وقلت إنه اللي ما فهم موضوع التقريب أكو فيديو سابق شرح موضوع التقريب بالتفصيل. هنا هسه أجمع أقول صفر أحد ويل أحد والعشرات ويل العشرات والمئات ويل المئات، صفر زائد صفر صفر، 4 زائد 2 6، 1 زائد 2 3، الناتج هو 360 تقريبا، طلع لي ناتج الجمع. أقدر ناتج الجمع بالتقريب إلى أقرب 100، هنا راح أقرب إلى أقرب 100، هنا عندي أحد عشرات مئات، أحد عشرات مئات، يعني هذه مرتبة المئات هي اللي راح أقدرها. هنا عندي الواحد اللي راح أقدره قبل 7 من الأعداد الكريمة التي تعطي، يعني 7 تنطي واحد للواحد، هنا الواحد يصير 2، الواحد من أضيف له واحد يصير 2، يعني هنا الأحد يصير صفر والعشرات صفر والمئات 2، يعني هنا 200. 175 من أقربها إلى أقرب 100 هي أقرب إلى 200. هنا عندي 313، هنا عندي مرتبة المئات هي 3 هي اللي راح أقدرها، قبلها واحد من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، فثلاثة تبقى كما هي، هنا الأحاد صفر والعشرات صفر، وهنا 3 تبقى، يعني هنا زائد، يعني هنا نقول 200 زائد 300 يساوي 500، هذه يساوي 500 تقريبا، قربتها إلى أقرب 100. هنا عندي النقطة السادسة، 223 زائد 137 أقربها إلى أقرب 100، أول مرة أقرب وبعدين أجمع. هنا عندي مرتبة المئات 2 هي اللي راح أقربها، قبلها 2 من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، فالثنين تبقى كما هي، هنا عندي الأحاد صفر والعشرات صفر والثنين تنزل، يعني 223 هي أقرب إلى 200 زائد. هنا عندي مرتبة الأحاد واحد، العفو مرتبة المئات هنا واحد هي اللي راح أقدرها،
قبلها ثلاثة من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، فالواحد يبقى كما هو. هنا الآحاد صفر والعشرة صفر والواحد ينزل، يعني هنا 200 زائد 100، نقول هنا 200 زائد 100 يساوي 300، يعني هنا ناتج الجمع 300 تقريبا. سبعة، هنا عندي 336 زائد 251، هنا مرتبة المئات عندي 3، هي اللي راح أقدرها. 3 قبلها 3 من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، فثلاثة تبقى كما هي. هنا عندي الأحاد صفر والعشرة صفر وثلاثة تنزل، يعني هنا 300 زائد. هنا عندي 2 مرتبة المئات 2، قبلها 5 من الأعداد الكريمة التي تعطي، تعطي 1 للثنين، الثنين يصير 3، يعني الآن الأحاد صفر والعشرة صفر والثنين يصير 3، لأن الخمسة انطتها 1. هنا عندنا 300 زائد 300 يساوي 600، يعني هنا الناتج 600 تقريبا. النقطة الثامنة، هنا عندي مرتبة المئات هي 5، قبلها 6 من الأعداد الكريمة التي تعطي، تعطي 1 للخمسة، الخمسة تصير 6، يعني هنا الصفر بصفر بستة، يعني أقرب إلى 600 زائد. هنا عندي 2 مرتبة المئات، قبلها 4 من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، فالثنين تبقى كما هي. هنا الأحاد صفر والعشرة صفر والثنين تنزل. هنا أجمع 600 زائد 200 يساوي 800، يعني هنا 800 تقريبا، يعني هنا ناتج الجمع هو 800 تقريبا. هنا عندنا فقرة أتحدث كيف أستعمل التقريب لأقدر ناتج الجمع. 67 زائد 91، هنا عندي أحد وعشرات وهنا أحد وعشرات، يعني راح أقرب إلى أقرب عشرة. هنا عندنا 67 من أقربها إلى أقرب عشرة، هنا السبعة من الأعداد الكريمة التي تعطي، تعطي 1 للستة، الستة تصير 7، يعني هنا 70. 67 قربها إلى أقرب عشرة 70. عندنا 91 قربها إلى أقرب عشرة، هنا عندي الواحد من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، فما تنطي 1 للتسعة، فالتسعة تنزل. هنا عندنا صفر وهذه 9، يعني 91 من أقربها إلى أقرب عشرة هي أقرب إلى 90. هسا أجمع أقول 70 زائد 90، هنا صفر زائد صفر صفر، 7 زائد 9 16، يعني الناتج هو 160 تقريبا. الناتج 160 تقريبا. أقدر ناتج الجمع بالتقريب إلى أقرب عشرة. هنا عندي 31 زائد 52، أقربها أول مرة إلى أقرب عشرة. هنا عندي 3 قبلها 1 من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، فالثلاثة تبقى. هنا عندي 3 وهنا أعوض صفر زائد 52، هنا عندي 5 2 قبلها من الأعداد الكريمة من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، فما تنطي 1 للخمسة، فالخمسة تبقى كما هي ننزلها. هنا عندنا 5 وهنا صفر، يعني هنا 30 زائد 50، 30 زائد 50 80، يعني الناتج هنا 80 تقريبا. هنا عندنا النقطة العاشرة، 81 زائد 96، أقربها أول مرة إلى أقرب عشرة وبعدين أجمعهم. هنا عندي 8 قبلها 1 من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، فالثمانية تنزل. هنا صفر زائد. هنا عندي 9، 9 قبلها 6 من الأعداد الكريمة التي تعطي، تعطي 1 للتسعة، التسعة تصير 10، يعني هنا 10 وهنا الستة الأحاد، هذه الأحاد صفر، وهنا العشرات 9 صارت 10، يعني من أقربها إلى 96 من أقربها إلى أقرب 10 صارت 100، يعني هنا أقول 80 زائد 100 يساوي 180، هنا الناتج 180 تقريبا. النقطة 11، 56 زائد 821، أقربها إلى أقرب 10. هنا عندي الخمسة، الخمسة من الخمسة قبلها ستة، ستة من الأعداد الكريمة التي تعطي، تعطي 1 للخمسة، الخمسة إيش قد تصير إذا أعطيناها 1 تصير 6، هنا ستة وهنا الأحد أعوض بصفر تصير 60، يعني 56 هي أقرب إلى 60 زائد. هنا عندي أحد عشرات مئات، أنا أريد أقربها إلى أقرب عشرة، يعني مرتبة العشرات. هنا عندي الثنين هي اللي راح أقربها، قبلها واحد من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، ما تنطي 1 للثنين، فالثنين تبقى كما هي. هنا الأحد صفر، الثنين تبقى، هنا عندي 8 نزلها،
يعني هنا 60 زائد 820. هنا أنا أقول 0 زائد 0 0، 6 زائد 2 8، وهنا هاي 8 ننزلها، يعني الناتج هو 880 تقريبا. هنا أنا عندي هم أقرب إلى أقرب عشرة، مرتبة العشرات هي 1، قبلها 2 من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، فالواحد يبقى، هنا عد 0، هنا 1 ينزل، هنا 4 تنزل، زائد. هنا عندي 68، الثمانية من الأعداد الكريمة التي تعطي، تعطي 1 للستة، الستة تصير 7، هنا 0 الأحد ينزل، يعني هنا 420 زائد 70. هنا أقول 0 زائد 0 0، هنا عندي 1 زائد 7 8، وهذه الأربعة ننزلها، يعني الناتج هو 480 تقريبا. هنا عندي 246، من أقربها إلى أقرب عشرة أباوع على مرتبة العشرات اللي هي 4، قبلها 6 من الأعداد الكريمة التي تعطي، تعطي 1 للأربعة، الأربعة تصير 5، يعني هنا الأحاد 0، العشرات تصير 5، وهنا الاثنين تنزل، زائد. هنا عندي 313، أقربها إلى أقرب عشرة أباوع على مرتبة العشرات اللي هي 1، هي اللي راح أقربها، قبلها 3 من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، فالواحد يبقى كما هو، هنا عندي الأحاد 0، العشرات يبقى 1، هنا عندي 3 تنزل، يعني هنا 250 زائد 310، هنا نقول 0 زائد 0 0، 5 زائد 1 6، هنا 2 زائد 3 5، يعني الناتج هو 560 تقريبا. هنا عندي مرتبة العشرات 9، قبلها 2 من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، فالتسعة تبقى كما هي، هنا الأحاد 0، العشرات 9، والأربعة تنزل، زائد. عندي هنا مرتبة العشرات 0، 0 قبلها 2 من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، فالصفر يبقى 0، هنا عندي الأحاد 0 والعشرات 0 والمئات تنزل 7، يعني هنا 490 زائد 700، نقول 0 زائد 0 0، 9 زائد 0 9، هنا 4 زائد 7 11، هذا الناتج هو 1190 تقريبا. أقدر ناتج الجمع بالتقريب إلى أقرب 100، هنا راح أقرب إلى أقرب 100، هنا عندي أقرب إلى أقرب 100 يعني مرتبة المئات، هنا عندي مثلا هاي 2 هي اللي راح أقربها، هنا 2 قبلها 2 من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، ما تعطي 1، يعني 2 تبقى، هنا الأحاد 0 والعشرات 0 والثنين تنزل، يعني هنا 200 زائد 228، أقربها إلى أقرب 100 هي أقرب إلى 200، زائد 163، هنا عندي مرتبة المئات هي 1، قبلها 6 من الأعداد الكريمة التي تعطي، تعطي 1 للواحد، الواحد يصير 2، يعني هنا أحاد 0 وعشرات 0 والمئات تصير 2، يعني هنا نقول 200 زائد 200 يساوي 400، يعني هنا الناتج هو 400 تقريبا. هنا عندي 190، هنا مرتبة المئات هي 1، قبلها 9 من الأعداد الكريمة التي تعطي، تعطي 1 للواحد نضيفه يصير 2، هنا الأحاد 0 عشرات 0 المئات تصير 2، لأن 9 انطتها 1 فصارت 2، زائد. هنا مرتبة المئات عندي 3، قبلها 7 من الأعداد الكريمة التي تعطي، تعطي 1 للثلاثة، 3 تصير 4، هنا أحاد 0 والعشرات 0 والمئات تصير 4، يعني هنا 0 من الأعداد اللي هي، هنا الصفر ما ينطى، هنا مرتبة المئات هي 6، قبلها 7 من الأعداد الكريمة التي تعطي، تعطي 1 إلى 6، 6 تصير 7، هنا نقول 0 أحاد العشرات 0 والمئات تصير 7، يعني هنا 100 زائد 700 يساوي 800، ناتج هو 800 تقريبا. هنا عندي مرتبة المئات 3، قبلها 1 من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، فثلاثة تبقى كما هي، هنا الأحاد 0 والعشرات 0 وثلاثة ننزلها، يعني 300 زائد، هنا قربتها 318 هي أقرب إلى 300. هنا عندي مرتبة المئات 2، قبلها 1 من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، فالثنين تبقى كما هي، هنا عندنا 0 أحاد 0 عشرات وهنا الثنين ننزلها، يعني هنا نقول 300 زائد 200 500، الناتج هو 500 تقريبا. هنا عندي مرتبة المئات 4،
أربعة قبلها ستة من الأعداد الكريمة التي تعطي، تعطي واحد إلى الأربعة، الأربعة تصير خمسة، أحا صفر عشرة صفر المئة تصير خمسة، زائد هنا عندي أربعة قبلها واحد من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، في الأربعة تبقى كما هي، عندنا صفر صفر أربعة، يعني هنا 500 زائد 400 الناتج هو 900 تقريبا. هنا أنا عندي مرتبة المئات اثنين قبلها ثمانية من الأعداد الكريمة التي تعطي، تعطي واحد إلى اثنين، اثنين تصير ثلاثة، هنا عندنا صفر صفر اثنين تصير ثلاثة، زائد هنا عندي خمسة، خمسة قبلها اثنين من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، فالخمسة تبقى كما هي، هنا عندي صفر صفر خمسة، يعني هنا 300 زائد 500 يساوي 800، يعني الناتج هو 800 تقريبا. حضر الحفل 317 رجلا و 289 امرأة، كم شخصا تقريبا حضر الحفل أقرب إلى أقرب 100؟ هنا هذين الأعداد راح أقربهم إلى أقرب 100 وبعدين أجمعهم، يعني هنا 317 أقربها إلى أقرب 100. هنا عندني العدد الثاني 289 قربها إلى أقرب 100. هنا عندنا ثلاثة قبلها واحد من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، فثلاثة تبقى كما هي، هنا الأحا صفر والعشرة صفر وثلاثة تنزل، يعني هنا أقرب إلى 300. هنا عندي اثنين قبلها ثمانية من الأعداد الكريمة التي تعطي، تعطي واحد للثنين، الثنين تصير ثلاثة، يعني الأحا صفر والعشرة صفر والثنين هنا تصير ثلاثة. هسا أجمع 300 زائد 300، هسا أجمعهم 300 زائد 300 ويساوينا 600، يعني هنا 600 تقريبا حضر الحفل من رجال ونساء. وانتهى درسنا لهذا اليوم، ومع السلامة.